اخي هلا ليش هالمقارنه؟ كل وحده ولها ظروفها، بعدين والقلب ما بهوى. اخي انت ما عليك، احكي لك بحقي كلمتين صراف وترك الباقي علي. رجعنا للغه المصاري، علي ما علي اذا بيطلع بايدي احرق كل المصاري اللي بهالعالم لاحرق. سيدي منيح اللي ما بيطلع بايدها، هلا رح تحكي لي مع سوتهم ولا لا؟ تكرم عينك، بكره رح احكي لك. احلى نكته. نبيل نبيل مشان الله ركز معي، الشغله هي كثير منصيريه بالنسبه لي. لك يا اخي خليك جدي ولو خمس دقايق بس. اسمع النكته اللي بتنبق لك لانها سئيله. في جربوع اجى يخطب فاره، ابو اهله للفاره ما عطوه حزير لي. لحظه لشو؟ ابو عبدو. ايه يا ابو عبدو، لا قاعد مع الجربوع، قاعد من نكته الجربوع. انا هلا بس لخلصها بحكي معك. يلا الله معك، لساتني مع السئيل. ايه ما رضوا يعطوه اهله، قال ما رضي يطوب له البلوعه. الله يسامحك يا نبيل، هلا انا بنظرك جربوع؟ انت تصطفل، بس انا ما بسمع لك تقول عن سوسن انها فاره، لان رب فاره لم تلدها امك. انت لا تطلب، روحتني بعرق البقدونس اللي بيسمح والاستاكوزا تبعك انا بطلب. اهلا وسهلا، مو هون الاكل مكتوب؟ طبعا. اكتب لي عندك الله يرضى عليك، هوت دوغ دايسيد بوتيتو سالاد، هذا. واكتب لي عندك موزاريلا لا لا سالاد، كله سالاد عندك. واكتب لي عندك يا سيدي، هي منيحه هي، كول وشكو، لا كول سلو، كول سلو يعني لحظه شوي، احسنك لحظه، بس لا تنسى كول سلو. ابو عبدو، الو الو ابو عبدو، فون تو مي افطر. ايه لا ما عم بفطر، عم بتغدى انا، بس كول مي افطر انت. الله معك. God with you. سجل لي عندك ايه سموكيت تركي، تركي سموكيت، هذا الله معك، بس بدون ما يسعوا. الله معك، هدول بكفوا. مع السلامة. هلا رح تاكل اكل اصابيعك وراهم رح تاكلوا. الو اكيد هذا ابو عبدو. ايه ابو عبدو على راسي. لا لساتني مع السائل، بتغدى انا وياهم بنمشي. بحكي معك، الله معك. على التليفون طلبوا شكل، ولما كنت عندهم بالاوضه طلبوا شكل تاني. لناقصني جنان انا؟ لا 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 تتزمر، لا 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 تتزمر، خلي الضحكه الله تعود. ما رح اطبخ غير مثل اللي طلبوه بالاوضه يا قوي. اذا قلنا هي الشرحات جاهزه جاهز. وين فروج بقي المرأة؟ المرأة شو بيحطوا لها؟ تذكر بتطلع حمرا شوي. شو في؟ شو في عندنا شيء احمر؟ يلا جاي جاي. حبيبي يلا جاي. بالعاده بتطلع يعني. لك ايه جاي. ضروريه. ايه جاي جاي. بتطلع خضره كمان. يلا كامي. لك ايه جاي. كمولي دوبرني شاهدتك. يلا يلا جاي. روحي كمولي حبيبي. بس لاحظتوا. يلا يلا جاي. سموتني.
اهلين يا عمري. اهلين. قصدي سمير يقول بتخوتته الجديده، ما هيك سمير؟ ايه، خاصة بعد ما صاروا بالاوضة الجديدة. لك انا اوضة؟ اوضتك تيتا. اوضتي؟ اوضتك انت؟ لا تصدقيها، لا تصدقيها مرت عمي. هاي السيدة ملعقة بتحب تمزح طال على ابوها، مو اوضتك اللي احتلوها. لك انا اوضة؟ اوضة امها لمرت ابن عم عمي. الين عميم؟ بالمهلي. عجبك شرف راضية. ايه مو على عيني، على عيني شواربك وشواربه. خير خير مرت عمي، مري خير. خير يجيك. الله يخليك يا رب. ممكن تقولولي هالتخوت شو جابون لهو؟ ممكن تقولوا لها تخوت شو جابون لهو؟ جاوبوني. جاوبوها. أنا ما قلت لكم 100 مرة ما حدا يلق قوطي؟ هي ما قلت لكم 100 مرة ما حدا يلق قوطي؟ لك إيه حاجتك بقى، لك حاجتك تردد وراي مثل الببغاء، ما قلت لكم لا تفوتوا لقوطي تحتلوها؟ طولي طولي بالك يا أمي، طولي بالك تقولي، كل شيء بينحل بالرواء والتفاهم، صلي على النبي. لك هذا فوق ما سترتكم وقعدتكم ومسكنتكم ببيتي، لك يا عيب الشوم عليكم. صهري مسنا الظهر، انت ناولني ايدك يا عمي. مشان شو بدي بوسه واطلب رضا. اجيت بوقتها، بستاهل انا. تفضل. يغسل عين على هالناب. لك انا شو نابني انا؟ كل شيء عملته بهالاوضه كان مشانك. شلون مشاني بقى؟ راح اشرح لك شلون مرت عمي، وحاولي تفهمي علي. تفضل اشرح لي. الله يزيد فضلي. اشرحي لها صفاء. انا مالي شاطره بالشرح، اشرح لها انت. تذكرت نحن يا مرت عمي اخذنا الاوضه مشان لا سمح الله اذا اتخانقتي انت وعمي مش اول ورقتين ثلاثه، ما تتذكري انه عندك بيت وتجي عليه بتطول حركتك. اما اذا ضليتي ببيتك وبتعرفي انه ما بقي لك اوضه، بتصير القصه بابتسامه حلوه، بضحكه، بكلمه ظريفه، بتنحل. شلوني معك انا؟ زفت. الله يعزك ويزفت واجبك. وينك؟ هلا هدول تخوت بدهم يرجعوا لمطرحهم اللي عندكم. تكرم عينك امي، ما بيسرق الا يلي بدك اياه. نبيل الحقني شوي. مو على عيني. عن اذنك مرت عمي. الله الله، ما قلنا لك وكيل العاده تجوزتي وما بطلتيها؟ الله يعين جوزك عليكي. هي جيتك بساعة وزق. شو بدك؟ نبولتي شو رأيك نشتري البيت من أمي ونرتاح من هم الأوضة ومن هم الأجار؟ فكرة منيحة، بتقبلي إيه؟ أنا بقنعها. وبلكي طلبت حقه؟ طبعا بدها تطلب حقه، ولكن شلون بدنا نشتري البيت؟ منين بدنا نجيب لها حقه إذا طلبت؟ هلا أنت ما قلت لي إنك ربحت 250,000؟ مزبوط. خلاص بنعطيها إياهم. وبتقبل فيهم؟ إذا أنا قدرت أثر عليها وأقنعها تكتب لي البيت باسمي؟ اي شو علي؟ اكتب لك يا عمرو، ما حدا يرد، كلنا على حسابك نحن. عن اذنك رجعت الموضوع. هلا انت تحديت من امي كمان بهالعاده؟ شو يعني امك احسن مني؟ انا كمان بدي احط لك زق. مجنونه، فكره امها رح تقبل. ما بتقبل. هيك احسن لك ما؟ علي ناقصتك. عم ابو سعيد ممكن تاخذ الاولاد شوي لبرا وتحكي لهم حكايه، عاوز امي بموضوع. ايه ممكن ممكن. لك تعوا يا اولاد، تعوا تعوا عمو احكي لكم حكايه. تعوا لك. ايه تعوا. بدي فكهم ورجعهم لمطرحهم. طولي بالك، هدي ما بدي طول. كرماني كرماني. نعم امي، انا وقعت بمصيبه جديده ما في غيرك بيقدر انقذني منها. مصيبه؟ خير يا عمي، شو المصيبه؟ نبيل يا عمي شبه ربح 250,000 متى تجوز علي فيه؟ يا علينا، هذا في ناس بيركبون النحس، جوزك راكبه الحظ يا لطيف. شايفه على الحظ اللي لي؟ طيب امي، انا شو المطلوب مني؟ بدي منك تاخذي 250,000 منه وتطوبي البيت باسمي. 250,000 يا امي؟ يا حبيبتي اعتبرينا مستاجرين عندك وبدك تطلعينا، ما بدك تدفعينا فروغ نص حق البيت. بس بيتي بيسوى اكثر من هيك بكثير. شاني امي، هلا انا مالي شان عندك، ولا بدك تجي تلاقي عندي ضره مثل الاختشاب. خلاص خلاص، لا تبكي لا تبكي يا مرا تبكي. بقبل بس في الي شرط. شو هو؟
تعطوني المصاري على السكت، ما حدا بيدرى فيهم لا سهام ولا ابو سعيد. اكرم عيونك، ما حدا بيدرى غير انا وانتي ونبيل بس. ماشي لها بقلبي تقبر قلبي، رايحة بس لنبيل انا. انا طعمتها الزق وهي طعمتني مقلب، أكلت بعقلي حلاوة وأخذت مني البيت. لك يا الله، أولته وآخرته إلهون، عمره ما حدا يورط. وطوبي هي خلصت الحكاية. إيه، أحكي لكم حكاية تانية. بايخة، 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 لا تحكي وحدة تانية لأني بعرفها. لا، هلأ أنت بتعرفيها؟ سمير، وين أبوه؟ عم بيحركش بالمطبخ. لك أنا بتعرفها. بتعرفها، بحكي لك واحدة تانية ما بتعرفها. نبولتي هات البشارة، أمي وافقت. على شو؟ لك شو على شو؟ على بيعك البيت. صايم مك مجنونة، حدا بيبيع هيك بيت بهيك سعر؟ هلا عم أقول لك، أمي وافقت تبيعنا البيت ب 250,000. أنت بدك تعطيها المصاري؟ بكتب عقد البيع. على الكازوزة التانية. أنا كازوزة؟ بعدين بشرح لي. بطاطا على البساطة البساطة تنترني. لا والله لا تواخذيني حبيبتي، أخرت عليكي بالغدا. بس شو بدي ساوي؟ حطيت الفروج على النار وينبر ينبر ينبر ينبر، ما كان يستوي مع أنه جايبه صغير الفروج. ولمين هاي الشوربة؟ شوربة إليك، مو أنت طلبتي شوربة الصبح؟ لا حبيبي، أنا طلبت شرحات مع صحن سلطة. شرحات؟ ايه؟ لا قوم جيب لك اياها. تع 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 تع. لمين هي الشوربه؟ الشوربه، الشوربه الي. انا جاي على بالي الشوربه ما تساوي شوربه. الك الشوربه ولا للخانم اللي ما لها قدرانه تتحرك؟ لك لا، شو الها؟ شو الها؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ حلف باللي ببطني انه مو طابخه الا الشوربه. نسيت الشرحات على النار، لا قوم جيب لك اياها. شوربه العمى ضربني بخلقتهم هن التنتين. الله لا يوفقك يا كامل، شو اهبل لهنيك وما هنيك خربطه. كامل ايه جاي جاي جاي. استنوا، وين رايح؟ جاي جاي جاي. قصة ال 250 ألف ورقة اللي ربحتهم بطل كازوز، حاجة تزني بقى. يلا، الله عوضك عن البيت اللي خسرته بالجمعية وطعمك بيت جاهز. لك أنا الله بيحبني، بعدين يا صفصار، مرضي أنا مرضي. جدي الله يرحمه لما توفى على إيدي قال لي: الله يرضى عليك يا ابني، يا ابني بلادك قلبك أعطيها وغير فكرك ما بيغنيها. عمل لي هيك بلا. ومن يومها حلفت يمين انه علي ما علي لربي ولادي على حب الوطن، واللي ما بيحب بلادي لا يدعوا بوكسين وصلوا لسابع ارض من تحت. هلا حاجه تطلعني من ابواب وتفوتني ببواب نبيل. اللي بقى شو اخبار رفيقك عماد؟ مشروعه صار جاهز، ما بقى ناقصه غير يأمن عمال. نبيل مشان الله لا بتلمح لنوال بشي بخصوص عماد، لانه العلقه بلسانه مو سهله بنوب. بس احذري شو طالع براس عماد هلا. يبني ما عمل تاني؟ لا، براسه مشروع يتجوز. صعيم مرته صلى أكثر من 40 يوم متوفية يعني، وهو معه مصاري وبيحق له يتجوز. يغزل العين بيقدر يتجوز أربعة هو، بس أنا مالي معه إنه يتجوز وحدة قد بنته. لكن قديش بدك يكون عمره؟ يعني تكون قريبة من عمره، أربع خمسة سنين، مو فرق 20 سنة. إيش بده يربي أولاد من شو بده يربي أولاد من أول وجديد هو؟ يلي بسمعك عم تحكي هالحكي بقول انك عم تدور على عروس. اذا عم تدور على عروس قلي لاخطب لك. لك شبك صفصاف، شو شايف فيني متمطرق بجنينة الفيلا وقاعد عم دور؟ ولا لا طيلي على 200 مليون ليرة، اقعد نقي يا حصرتي. منين بدل تا وحدة تاخدني؟ لو ما روحنا على 250,000 ورقة على البيت كنا ها يعني ها بجوز نلاقي لنا شي وحدة تاخدنا. يعني اذا الله سبحانه وتعالى بعت لك رزقة جديدة بتبلش تدور على عروس؟ ان شاء الله بقيان عندنا مقدوش.
يا شوفير دوس دوس الشعب الوراني مسطوس. ما حكيتي لي شو صار الموضوع غرفتك ببيت نبيل؟ رجعتيها؟ طبعا رجعتها، لكان يعني اترك لهم اياها، بس يعني بعتقد انه ما رح تلزمني، مو هيك ابو سعيد؟ لا بتلزمي، كل شيء بيلزم نظميه، عم تفهمي علي؟ شو كل شيء بيلزم؟ معقوله يجي يوم وتبعتني وتحرجني بقوطي؟ ليش ممكن يجي يوم تخالفيني وتحجيني لهالشيء؟ لا لا ان شاء الله ما بنختلف بنوب بنوب. هيك ها؟ قولي لي شو صار بمشروع المجاني؟ ها ايوه قديش حقه صحن البيض بهالايام؟ غالي غالي كثير بهالايام. غالي؟ لك خليني ادرس الموضوع. ادرسي ادرسي. الله يعيني عليك يا وحيدة مثلي أنا. لما في موضوع بدي أحكي معك هيك حساس شوي، ممكن؟ ايه تفضل داري، بس يا ريت تطفي التلفزيون حتى يعني تسمعيني منيح. اوكي بس تفضل دادي، شو الموضوع؟ انت بتعرفي لما يعني كل بنت لابد ما تتجوز. اذا هيك يعني انت اجاكي شي عريس، شو مواصفاته اللي بتحبيها؟ يعني يكون بيحبني بس، يكون شكله مقبول مثلك، مثقف يعني. يعني ومصرياته؟ يعني لو كنت فقيرة كان ممكن فكر بالأسلوب هذا، بس انت الحمد لله خير وكتمرني. شو تأمرني؟ ان شاء الله بتقبرني مع هالحكي. طيب يعني وبالنسبة للعمر شو رأيك انت؟ دادي انت ليش عم تسألني كل الأسئلة؟ يعني عندك ريس مشاني حدا محكيك فيني؟ لا يعني بتعرفي بس يعني لا بد كل بنت بالنهاية ما تتجوز. إذا تجي هاي اللحظة ويجي العريس اللي أنت عم تحكي عنه يبقى لي كل حديث حديث. بعرف بس يعني إذا أجاك شي واحد هيك يعني في كل هالمواصفات اللي أنت بتحبيهم بس أكبر منك بشي 20 سنة بتاخديه؟ الله ياخده، هيك حتخليني زل منك. بعيد الشر عنه، ليش الله ياخده؟ داري أنت عم تخليني حس أنك مستعد تجوزني لواحد أقدم منك بشان تخلص مني. إذا متضايق كل الأد برجع لأستراليا. لا شو ترجعي لأستراليا؟ لا بابا بس ما بعرف أنا شلون يعني خطر ببالي أحكي هيك موضوع، أنا أيام بعلق. قال يا أخذ العنزة على مالها، بكرة بيروح المال وبتبقى العنزة على حالها. يخرب بيت على الوعاء، يا ما حكي لك خرج يا الله لا يقيمها، يا ما نصحتك. إيه ما كانت مفكرة جوزة يخسر هيك خسارة ويفضل على الحديدة، كانت مفكرة إنه تعيش طول عمرها بالنعيم. لك ما بيدوم غير الحي القيوم، حتى لو مفكرة هيك وحتى لو ضل غني، لك بيضل مثل العنزة، لك أكبر منها بعشرين 25 سنة، شو بدها فيه؟ ما قلت لي ابو سمره مين هي البنت اللي عم تحكي لي عنها، بعرفها شيء؟ ان شاء الله لا. بس بدي اسالك ام السوس بصراحه، هلا اذا اجاكي شيء واحد مثل العنزه وشواربه مدري شلون هيك معكفين لفوق واكبر منك بعشرين 25 سنة بتاخذين شيء؟ بدك الصراحه وبدون لف ودوران، يعني اذا تقدم لي الاستاذ عماد بوافق عليه. قولي على دبديبك شو عمليه انت هيك دغري بتختصري الطريق. اسمعي القصه، في واحد ماشي بالطريق قام شاف رفيقه حامل سله تفاح، قال له مرحبا، قال له هيك، قال له عم اقول لك مرحبا بتقلي هيك، قال له مبينه، راح تقول لي مرحبا، قال لك اهلي، تقول لي شو حامل، قال لك سله تفاح، تقول لي اعطيني تفاحه، قال لك ما بدي، تقول لي ليش، قال لك هيك. وانت عملتي مثله، اختصرتي علي. ليش حكى لك عني شيء؟ بصراحة حكالي، بس أنا كنت عم أطلب لأني ما كنت متخيل أبداً أنه ممكن تقبلي بواحد مثل العنزة وأكبر منك بخمسة عشرين سنة. إيه وأنا بصراحة كمان ما كنت متوقع أقبل بهيك واحد، بس بصراحة أنا كتير ارتحت له للأستاذ عماد، ويعني أنت بعرف أنك بتخاف علي كتير، وإذا بتعرف عنه شي ما بيسوى حكي لي.
لا حرام، ليش الكذب في آخرة؟ عماد من جهة كويس كويس، الشهادة لله كويس، بس يعني أنا حابك تتخيليه هو كحيان، ما معود مثليك، يعني اعتبريه كأنه شي موظف من الموظفين اللي حوالينا، وساعة قرري إذا ضليتي هي موافقة على رأسي علي ما علي لأعملكن عرس ما درج لضل أرقصلك بعرسك سبعة أيام لا أطرح. شو صفاء؟ إمتى العزيمة؟ أنا عزيمة؟ عزيمة العشاء يلي ببالي بالك. ما فهمت عن شو عم تحكي؟ كعزيمة الصدفة تبع الأستاذ عماد. مادموزيل نوال شوفي، أنت مو بس رئيستي بالشغل، أنت زميلتي وأنا بحبك كتير كتير بصراحة. الأستاذ عماد بحب واحدة تانية. لك نقطة ترشني مع العقلي. لك أساساً أنا من الأول لازم أعرف إنه واحد مثل الأستاذ عماد ما ممكن يفكر بوحدة مثلي. على كل شكراً على صراحتك. معلش تقبريني مادموزيل نوال، لا تيأسي، بكرة الله بيبعت لك العريس المناسب. معلش تقبريني. إمتى الله بده يبعت لي عريس مناسب؟ إمتى؟ بس عنس ما أنا بعرف حالي، ما لي حظ، بدي عنس، أنا بعرف حالي ما لي حظ، بدي عنس. صباح الخير. بقدر أعرف ليش لهلأ؟ شو بنا؟ ليش عم تحكي معي بهاللهجة؟ لكن كيف بدك يعني أحكي معك؟ متأخرة وعم ترفعي صوتك كمان؟ بالله شو؟ شوفي ميساء، شوفي ميساء، أنا تحملتك كتير 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 كتير، ومن اليوم ورايح إذا ما بتلتزمي بشغلك وبدوامك رح أضطر آسفة أرفع فيكي عقوبة، فهمانة؟ ومين مكان يكون وراكي؟ حبيبتي ارفعي عقوبات قد ما بدك، المدير العام ما بيوافق لك ولا على وحدة. ما أنا خايفة يعني أنت؟ آه؟ لا ما أنا خايفة. طيب هلأ منشوف. شو عم تعملي؟ السيدة تركيني. المدير العام. لك وزلنا والكرمالي سامح، يا كرمالي تقبريني كرمالي. شو قلتي؟ تسامحني؟ شو رأيك قرب بوس إيدها وقلت التوبة كمان؟ خلصنا بقيت التانية لفية، شبت كبرت الموضوع، خلص لفي فيها. تنباع بالعزة، تركيها تكتب اللي بدها اياه، مو سألي عنا بنوب أنا. شو عم تعمل؟ ما خلصت حرتقة بقى؟ أعطيني هات المفتاح. أنا مفتاح؟ مفتاح التليفون. مع مين بدك تحكي؟ لا ما بدي أحكي مع حدا، بدي أحكي مع جارنا المحامي، مو جارنا اللي هون، جارنا اللي هنيك بحارة صفاء بنتي. أي شو بدك منه؟ بدي أسأله واستشيره إنه لما بدي بيع الأرض وأعطيك حقها مشان تشغل لي، شو لازم أعمل؟ وليش لا تسألي غريب؟ أنا بقول لك شو تعملي. لا حبوبي، بدي أسأل محامي أضمن إلي وإلك. سألي سألي مثل ما بدك. هات لشوف المحل. تفضلي. يا لك شو ها؟ ليش هيك عملت؟ قلتي لي بدك تحكي مع المحامي، ما هيك؟ بدي احكي مع المحامي، دقيت له لقيت خطه مشغول، قلت له بين ما يفضى خطه بحكي مع بنتي، وبعدين بحكي مع المحامي شو صار.
كذابة. حكيتي مع محامي ولا شيء، رأسا حكيتي مع بنتك سهام وعلى قر 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 قر. طيب وشو فيها يعني؟ شو فيها إذا حكيت كلمتين مع بنتي لا ما فيها شيء، بس ثاني مرة لا تكذبي. إيه أنت اللي خليتني أكذب. بدي أفهم، في رجال بالدنيا بيقفل على مرته تليفون؟ أنا ما إلي حكي معك هلا، إلك بنت بعرف أتفاهم معها. وانت كمان في إلك ابن اخ بعرف بتفاهم معه، اذا ما بخليه يقدحك بوكس يخربط لك كل هالواجهه انا ما بكون نظميه. زعجك بالموضوع؟ لا عم لاقشك ولا عم حاكيكي. مزبوط مالك زعجتيني، بس شغل البيت كله على راسي، وانتي حامل وانا حامل، بقى وين العدل؟ لازم نحن التنتين نشتغل. وان شاء الله ما رح قصر، بس انتي استني عنلي شوي لحتى اقدر اقوم الفرشة. قومي مين مانعك حبيبتي؟ ما عم اقدر يا سيها، ما عم اقدر، كل ما عم قوم عم دوخ. لا حبيبتي، دراسة قمح صايرة حتى عم تدوخي، من كتر الفتل انا عم تقومي يخرب بيتك، انا حامل وانتي حامل، ليش انا ما عم دوخ ليش؟ إيه انتي وحامك شكل وانا وحامي شكل. ايه قومي قومي يلا 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 قومي. طيب ما عم اقدر ما عم اقدر عم دوخ. عم تدوخي؟ دوخ فيك الارض ان شاء الله. ايه والعمل هلا؟ طيب استني بس يجي كامل منحكي له. ايه انا حاستنى ليجي كامل وانا اللي حاحكي له على قلة أدبك وجواباتك الكبيرة اللي كلها هالقد دراسك. كيد عزالك حبيبي كيدهم وانت معاي. آخ يا شباب آخ آخ، شو بدي أحكي لكم لا أحكي لكم، خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. من عدم ما تحكي شي مبين اللي جرح لك قلبك مبين على وشك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنت شلون مبارح تقدفني لعند رفيقك وبتحمل حالك وبتمشي وبتعرف أنه معاملتي ما حدا بمشيها غيرك؟ بسيطة سيدي، شو صار؟ الناس لبعضها، شو خربت الدنيا يعني؟ لا ما خربت، بس لو مو زملائك يحكوا لي عن وضعك مع نسوانك التنتين كنت أنا بدي أخربها، كنت بدي أطلع المدير العام وأشتكي عليك. كتر خيرك، فضلت على طرة راسي من فوق، هات معاملتها. شرف. وين وصل دفع الرسوم؟ ليكو استاذ قدامك. عفوا ما شفته. فايز 47 و56 قديش؟ 103. شكرا كثير لطف كرمك، وانا كثير بتشكرك بشكل شخصي لانه قدرت ظروفي العائلية. تفضل. بسيطة، لوين روح هلا؟ بتروح لعند الأستاذ نبيل شقة يابو. نبيل شو؟ شقة يابو. أستاذ غلطت معي وسامحتك، فما في داعي ترجع تغلط. ليش أنا بشو غلط معك هلا؟ إيه شو هاي شقة يابو ما شقة يابو؟ عم أسألك فجاوبني منيح، الله يرضى عليك. كيف إن شاء الله، إن شاء الله حدا يجاوبه. يا أخي، الموظف اللي بدك تروح لعنده اسمه نبيل، وكنيته شقة يابو، بقى الشغلة ما فيها مزح. هلا هيك كنيتو؟ تصور هيك كنيتو. ايه عيش كتير بتسمع كتير. قال شقة يابو قال. شايف على الكنية ما اغربها؟ قال شقة يابو قال. ايه انا بحياتي ما سمعت بهيك كنية.
ولا راح تسمع لكان في عائل بهالدنيا بكني عيلته وشق ثيابه. الواحد بيسمع مثلا بعيلة حفار الكوسة، عيلة نقار الباب، نطاح الفيل، قتال الدب، هي عيال. أما شق ثيابه أكيد عيلة مجانين هدول. جنون فنون، عيش كتير تسمع كتير. يا حبيب أنت من عيلة شو بلا صغرة؟ أنا من عيلة شلح كندرتو. أنعم وكرم هيك، ها والسبع تنعام. يا عيني عليك، هي عيلة بترفع الراس. قلي لشو وليش سموكن عيلة شلح كندرتو؟ قصة طويلة ما في وقت أحكي لك يا هلا. ولك أحكي معك وقت، الأستاذ نبيل شق ثيابه عنده اجتماع مع المدير العام، بيطول ليرجع. أحكي أحكي، خود راحتك. هذا يا سيدي جد العيلة الأكبر، يعني شلح كندرتو الأول. إي كان كل ما يروح على الجامع ليصلي ينسى كندرتو ويرجع بلاها. قام صار يشلحها بالبيت ويروح عفيان. قام وزموه شلح كندرتو ومشيت علينا. وانت لابسها ولا شالحها؟ لا لابسها. ابري عليك، بس غريبة مالك طالع لجدك. استاذ نبيل حدا سأل عني شيء؟ هلا انت الاستاذ نبيل؟ ايه. نبيل شق ثيابه ما غيره؟ بشحمه ولحمه واوعيه. لكن عم تتخوت علي كل هالوقت وانا مالي خبر. لك طول بالك، عم نمزح معك، شباب شلح صباط وروق. خذ مشي له المعاملة. ماشي تكرم عينك. الله يخليك اخي، مشي لي اياه وانا ما بنساك. لا تعمل لي مثل زميلك تاخذني وتجيبني. لك تكرم عينك، شرف سيدي، هي معاملتك خالصه. لوين روح هلا؟ على البيت. لوين؟ هو المعامله قلنا لك خالصه، شو عم بمزح معك؟ قالوا لي بدها 5-6 تواقيع لسه. بعد توقيعي؟ ما في توقيع لك عمي، توقيع نبيل شق ثيابه هاد مو حي الله. الله يكثر من امثالك يا استاذ نبيل. تفضل اخي، تستاهلها. شو ما في شيء من واجبك، إكرامية صغيرة، يعني لأنك كسرت لي أمري هيك وما أخذتني وجبتني مثل رفيقك هذا. عم ترشيني ولا؟ طول بالك، شو أرشيك ما أرشيك؟ سوسان، طلب الشرطة. يا أستاذ، يا أستاذ الله يخليك، كمل معروفك معي وخليني أتيسر لشغلي. ما بتتحرك من هون قبل ما تجي الشرطة. والله ما في داعي للشرطة. ليش هيك انت؟ سوء تفاهم ونحل ومش الحال. لك اخي ما نحل شيء. شو نحل ما نحل؟ انت حاولت ترشيني ب500 ورقه، هلا بكل المديريه بتطش انك رشيتني، بهون عليك يطلع لي هيك صيت انا. يا اخي ال500 ورقه ورجعت لي وانت ما اخذت شيء، وهي الان ستشهد بهالشيء. اخي ما بتتحرك لتجي الشرطه، وهلا خلال ثواني بتجي الشرطه. ليك اجت الشرطه؟ لك الشرطه بخدمه الشعب، لسه ما بتهبلت ما بتجي الشرطه. اما سوس افتحي للشرطه. هاي مو بسيطة. هاي أبو سمير عطيان المفتاح. خير؟ شو القصة؟ مين الراشي ومين المرتشي؟ على راسي الحكومة يا سيدي. الأخ هون رشاني ب500 ورقة بس أنا ما قبلت. ليش ما قبلت؟ بدك اكثر ما هيك؟ الله يسامحك سيدي، شو بدي ما بدي، عم اقول لك رشاني وانا رفضت المبدا من اساسه، مبدا الرشوه انا رفضته. بعدين ببين كل شيء. روح لك، تحرك ديلون، تحرك. يلا. ايه يا محترم، ما قلت لي وليش كنت بدك ترشي؟ الله وكيلك، ما كان قصدي ارشي، كنت عم اقدم له اكراميه. اكراميه؟ ولك ما بتعرف انه الاكراميه ممنوعه؟ خلص خلص، هلا عرفت، ضاعت ولقيناها، غلطت ومنكم السماح. شو الحكي؟ التوبه مع ذي. شو هالتوبه هي؟ كل واحد منكم بيخبص له خبصه، الاخر شيء التوبه. شو نحن طراطير عندكم رايحين جايين؟ تعال ايش حاط لي اياهم على المغفر؟ ياهو. ايه ياهو. طول بالك، الشغله مو محرزه. لك احكي لك كلمه، مو محرزه يا سيدنا، مو محرزه. محرزه ونص. شرف معي انت وياه. شريف شريف استاذ شريف، تفضل جنابك. لا ما بيصير، شلح كندرته بالاول. لا والله، شق ثيابه بالاول. تفضل الواحد. لا خلاص انت وياه بقى، اضربوا شو صاحبين وجهك، حركتوا وياه. شريف تفضل. لا مش لح كندرته. لا خلاص بقى. ما كان لازم اتصل بالشرطة. دريتوا شو صاير بالمديرية؟ شو صار بالمديرية؟ الأستاذ نبيل شق ثيابه وطلع مرتشي. مين خبرك؟ المديرية كلها مطبولة بالخبر. لكن نسناس ليك،
عامل حاله شريف وصاحب مبادرات خلاقة. قال بده يقضي على الروتين قال وييسر أمور المراجعين. أنيس حاجة تطالع إشاعات على الرجال. أبسمية مو من هذا النوع وأنت بتعرف هذا الشيء. أنا ما عم طالع شيء من عندي، هن هيك حكوا لي. إن شاء الله بيطلع بلعة وبتبقى حكوة كمان. شو حكوا لك كمان ودا؟ عم يقولوا إنه المراجع اللي طلب منه أبو سمير الرشوة رفض يعطيه وطلب له الشرطة، والشرطة إجت وشحطته على المخفر. إن شاء الله بتنشحط رقبتك من الكيل للميل. شوف القلاب، إذا بتحكي كلمة زاحلة على عديلي هيك ولا هيك بدي أتقاتل أنا وياك. لا دخيلك، لا تقاتلني ولا بقاتلك. بكرة بيدوب التلج وبيبان المرج، والحقيقة إلا ما تظهر. يدوب التلج وبيبان المرج حضرتك، لأنه من الأرصاد الجوية. ما ماشي، أنا رايح شوف شو القصة. الله يهديك، ما لقيت تحكي لقدام عديله. شوفي شبكه عم شو هاد، شو القصة؟ لا هابو ولا دابو. وين راحت الأنسة سوسن كمان؟ الله وكيلك، الله وكيلك، هذا اللي صار. بس أنا سمعت غير هيك. مزبوط، وأنا كمان سمعت 100 قصة وقصة على أبو سمير من وقت ما أخذوه على المخفر لهلا، بس كله كذب بكذب. أبو سمير مستحيل يرتشي، أنت بتعرفه منيح. ما فيش دخان من غير نار. يا أستاذ بشو بدك أني أحلف لك؟ والله العظيم، والله العظيم الحادثة صارت قدامي، وأنا حكيت لك بيلي صار بالحرف الواحد بدون زيادة أو نقصان. لكن ليش الموظفين عم بيقولوا غير هيك؟ ما بعرف، هذا اللي رح يجنني. أكيد لما شافوا أبو سمير طالع بسيارة الشرطة لفقوا عليه هيك تهمة. الله لا يوفقهم، شو بيلفقوا هالموظفين، بيتهموا ناس أبرياء ومساكين. على كل، أنا ما رح أتخذ أي إجراء رسمي إلا بعد انتهاء التحقيقات. بس يطلع من المخفر أبو سمير هذا، إذا قدر يطلع من المخفر خليه مر لعندي لهون، عايزه ضروري. حاضر أستاذ. روحي على مكتبك، روحي. لما تحت السواحي دواهي. هلا بيكون بالنظارة عم بيغني يا ظالم. أروح لمين؟ ترررن. عفوا حضرت مساعد، أنا رح أثبتكم حسنيتي. اسمحوا لي أسأل الأخ سؤال. السؤال بتسألني يا إلي، وإذا كان من ضمن القضية أنا بسأله للأخ السؤال. طيب ممكن تسأله معاملتي قانونية ولا لا؟ معاملته قانونية ولا لا؟ قانونية 100%، بس مو إذا بيشلع كدرته، إذا بيشلع كله وعيبة بوقعله يا. ها شفت سيدنا؟ شو شفت؟ ما شفت شيء. ما شفت شيء، هاي هو عم يعترف انه معاملتي قانونيه، طالما قانونيه ما في داعي اقدم له رشوه. لا في. شلون سيدنا؟ راح اقول لك شلون سيدنا. حضرتك اعطيته ال 500، كان في قدامه منه مجموعه معاملات، اكيد وقف معاملات كلها ومشى لك معاملتك. نحن لازم نشك بكل شيء، لانه الشك هو مفتاح الحقيقه. برافو عليك سيدنا، برافو عليك. طيب جيت معك، ممكن اساله، قصدي يعني ممكن حضرتك تساله سؤال ثاني؟ اسألني وأنا بسأله. أنا إمتى أعطيته 500 ليرة؟ قبل ما يوقع ولا بعد ما وقع؟ إمتى أعطاك 500؟ قبل ما توقعها ولا بعد ما وقعتها؟ لا بعد ما وقعتها، لو أعطيني إياها قبل ما وقعها، علي مع علي لأدحوا بوكسين، رجعوا على الكونكور تبعي مقعد على أستراليا. هاها شفت سيدنا؟ لا شو شفت؟ ما شفت شيء. هاي هو عم يعترف إني أعطيته 500 ليرة بعد ما وقع. يعني ما في داعي اقدم له رشوه لانه المعامله توقعت. بس انا على قد ما كان كريم معي ويسر لي امري بسرعه حبيت اقدم له هالاكراميه. هاي كل القصه. لا حبيبي، في قصه ثانيه. في جوز تكون حضرتك عطيته ال 500 ليره مقدما، لانه اذا رجعت لعنده مره ثانيه وجبت له معامله غير قانونيه مشان يوقع لك اياها. طبعا نحن لازم نشك بكل شيء، لانه الشك هو مفتاح الحقيقه. حاجتك شكوى كيسيات المساعد، الشغلة ما بتستاهل منوب. خلص أنا متنازل عن الشكوى، أعطيني نسخة من المحضر ولفلفنا الموضوع. عفوا لحظة بس. أهلين أبو واسق. أهلين وسهلين. لا لا ماشي حبيب، الله معك أبو عبدو. أبو واسق بقى الشغلة ما بتستاهل. لك طالما بتعرف إنه الشغلة ما بتستاهل،
ليش عملتني الحبة قبة وجبت الشرطة وخليتهم يعملوا محضر بالواقع؟ مشان جب لكم نسخة من المحضر تبع الشرطة. الناس سيدنا صايرة ما بتنعطى وش. أكيد بكرة بيعمل لي قصة من هاي الخمسين ورقة وبضطر أنا دافع عن نفسي وأحلف لمين ما كان إني ما أخذتها ولا ارتشيت. أما هيك بوجود المحضر مين ما لعب فرجي المحضر بيخرس فورا. يعني أنت هلأ خرستني؟ لا العفو سيدنا، مو قصدي، أنت أكبر من هيك، بس في شغلة تانية دفعتني أتصرف التصرف. شو هي؟ أنا مبارح اشتريت البيت اللي ساكنينه من حماتي، وبتعرف الناس الكتيرين غلبة بدون يعرفوا منين جبت حقه، وإذا طشت قصة الخمسمائة ليرة رح يفكروا إني اشتريت البيت من وراء الرشاوي. أيوة، وبديش اشتريت البيت؟ لقطة 250,000 ورقة، وبدي سجله باسم مرتي. هي عم لكم من هلأ سيدنا مشان ما تلحقوها بالمستقبل وتشنططوها وتجرجروها وتسألوها بقى من أين لك هذا البيت. لا اطمن إلها، ما رح نسألها لأنه بنعرف إنه أنت اللي دفعت لها حقها. بس أنت حضرتك بقى هلأ ممكن تقلي منين جبت ال 250,000 ليرة؟ يا محمد على النسوة، تفضل. شو هذا؟ اقرار من شركة الكازوز اللي ربحت منها 250,000 ورقة. رجيني يا شو؟ لقي والله مزبوط. مو شغلة بالجنة. رح تجنني. وينك؟ لا تكون عم تزور هالاشعارات هاي مشان بعدين تسرقوا بقيمتها. الله يسامحك يا سيدنا، شو زور ما زور، حدا بيقدر يلعب معكم هيك لعبة. إذا شاكك بهذا الاشعار فيك تتصل بشركة الكازوز وتسأله. وهيك رح أعمل. الله حيو. نعم استاذ. لسه ما اجى استاذ. حاضر استاذ. نبيل شقة ثيابه قديش؟ 250,000 ليرة. لا لا لا، ما في شيء حولكم. لا تابعوا انتو شغلكم ودعايتكم مثل ما بدكم. الله يعطيكم العافية، موفقين. تأكدتوا سيدي اني ما عم زور ولا عم غش، بعجبك انا ابن شقة ثيابه. يا نصيب يا نصيب المعرض، يا رب حظك يا نصيب. تعال معي لك. تعال. لوين سيدنا؟ بدك توصل معي مشوار صغير. ولي لوين المشوار؟ مشوار شاويلكم معدة، إذا أخذني على عدرا لأتصل بمرتي تلحقني بالبيجامة والشحاطة. لك لا، المشوار اللي بدنا نروحه مشوار خاص ما له علاقة بالرقابة والتنبيش نهائيا. خاص؟ ليش بيصير مشوار خاص أثناء الدوام الرسمي؟ إيه بيصير، أنا موظف وبيطلع لي إجازة ساعية. سيدنا قبل ما نروح المشوار بدي أسألك سؤال، شو صار مشان الجمعية السكنية؟ كمشتوا الحرمية؟ رجعوا المصاري؟ اطمن، التحقيق قرب يخلص وأنا عم لاحقه بنفسي. يلا امشي بقى، خلصني. الله يخلي لي إياك، قل لي لويل، المشوار معكم معدت لأنه. هلا احتجناك بشغلة صغيرة، معدت، بدك تتمقطع فينا؟ لك شو تمقطع فيكم؟ علي ما علي يطلب مني قلبي بحط لك إياه على صاحب من الدهب، بس بحب أعرف معكم لوين بدي أروح مشان الله. بدنا نلحق بيع لي يا نصيب اللي تحت، بدي اياك تسحب لي ورقه يا نصيب بايدك. اسحبها انت وانا بعطيك حقها. لك الشغله مو شغله حقها، بس الشيء اللي شفته من حظك بخليني اعمل اسخف من هيك. اذا كان هيك على عيني شواربك انا شرك. لك امشي خلصني. لك اخي شو بدي بقصه لي يا نصيب؟ انا احكي لي قصه الخمسين ليره من الاول. راجع لك بالحكي، انا عم بحكي لك القصه من السلام عليكم للطقطق. انا بدي اسمع من الطقطق للسلام عليكم. لا هيك صعبت علي، رح نقسم البيدر بالنص. شرف سيدي تفضل. هنا هنا شيتك تفضل. السر شو ها؟ اقرا المحضر بتعريف. وأنا قلت هيك لحالي، ها قلت من الأول الأستاذ نبيل شقة ثيابه الملقب بأبو سمير مستحيل مستحيل يرتشي لو بمليون ليرة. بس أنا سمعت غير هيك. شو سمعت؟ سمعت أنك صرت ترغي وتزبد وتسبني كأني شيء مجرم خطير. لا 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 لا، أنا أزبد وأرغي؟ لا، مين قال لك هالحكي؟ نفس اللي بفسفسولك بفسفسولي، اللي نقلولك نقلولي. فشهروا بنص عينهم،
اصلا انا ما حكيت عليك غير بالمنيح، وكل واحد حاول يحكي كلمه بظهرك كنت سد له تمه وقول له الاستاذ نبيل شق ثيابه اشرف من الشرف. صادق سيدي صادق البعيد، بس بمعيتك بلكي تبعت لي صوره عن محضر الشرطه للوزاره، بخاف الاشاعه تكون وصلت لهنيك. الو، احترامي سياده الوزير. شفت هي واصله الاشاعه لفوق. تاخر ابو سمير كثير، بس ما يكونوا وقفوا، كان لازم روح معهم اشهد بالحق على اللي شفته وسمعته. صحي، ليش المساعد ما اخذني معهم شهاده؟ هالوردة لأحلى وردة. أهلين أستاذ عماد. مرحبا أنس السرسان، كيفك؟ الحمد لله منيحة. خير؟ شو في شي زعجك؟ لا أبدا ما في شي. طيب نبيل وينه؟ ما بعرف وين بيكون هلا. خير؟ شو في؟ مسيك عدي. شو هذاك روز؟ مسيك. إن شاء الله ألف مبروك. أنا وصالح حجزته؟ هلا وقتك أنت قراب تعني. مسيك فايه؟ أنا لا تحسب حسابي، هذا الخميس محزوم على عرس ابن خالي. تضرب أنت وسألتها. شرف أستاذ أنيس، قراب. لا يا أستاذ نبيل لا، أنت بحاجة لشهادة تبرئة وقدامنا؟ نحن منعرف من انت ومستحيل نشك ولو للحظة بنزاهتك وشفافيتك واخلاصك للعمل، ما هيك ابو الفوز؟ طبعا ابو سمير اكفى واحسن موظف بكل هالمديرية والكل بيعرف هذا الشيء. ايه ها عيب عيب، يخرب بيتك شو دجال، لكن من شوي كنت عم تنتف ريشه للرجال، هلا لما صار معه دليل براءته صرت تمدحه، والله عيب. لا يا كامل لا، انت شو عم تحكي؟ نحن مستحيل نحكي كلمة واحدة عاطلة على الاستاذ نبيل. انا انت احسن موظف بكل هالمديريه، انت ما في منك بنوب وكل المديريه بتعرف هذا الشيء، اصلا ما حدا بيسترجي يجيب معدلك بكلمه عاطله. علي ما علي اذا بدرى انه حدا منكم جاب معدلي بكلمه عاطله لا ادحوا بوكس اجمله حنكم. خرجكم، خرجك انت بالذات، خليه يدحك بوكس يخربط لك واجهتك. ما بدك تروح على العرس، رجع له البطاقات.